السلام عليكم أعزائي المشاهدين، في حلقة جديدة من بروفايلك بلس عدنا إليكم. إن شاء الله أنها تكون حلقة جديدة وجميلة في آلية جديدة، إن شاء الله أنها حلقة فخمومية. أهلا وسهلا بالجميع في بروفايلك بلس اللي يأتيكم كل يوم جمعة، حياكم الله وبياكم إن شاء الله بطابع مختلف في الأيام المقبلة. شكرا للمعد السابق باسم، وأهلا بالمعد الجديد والمعد الخبرة والمميز فايز مدخلي. ان شاء الله نطلع لكم بطابع جميل اخر، والله يكتب لنا جميعا التوفيق. غازي، اليوم شرفنا الشيخ الكبير والشيخ القامة في الدين وفي الشعر في مجال الفصحى، الشيخ عايض القرني. كانت حلقة المضياف من اجمل الحلقات. صحيح، الدكتور عايض القرني كل ما جاء مكان ما شاء الله تبارك الرحمن يزيد بركة فيه. شرفنا اليوم الدكتور عايض القرني وشفنا كتابه، دشن كتاب الحل وعطى المتسابقين، احنا تمنينا انه يعطينا لكن ما فاتنا الضحك. اي والله فاتتنا، لكن باذن الله ان ناخذ الكتاب هذا والله يوفق له يا رب. والشكر موصول ايضا لابو حور اللي صحيح صار يجيب ما شاء الله تبارك الرحمن، نشوف ما شاء الله كل شوي يجيب لنا ضيف عنده امكانيات، ضيف له ثقله في الساحه. ما شاء الله ابو حور ابدع وكل يوم يزيدنا ابهارا. ابو حور يستاهل عبد السلام كل خير. يستاهل ابو حور، وما زلنا مستمرين ويا غازي الفترة المقبلة ان شاء الله بعد بكرة حفل تدشين قناة بداية، حفل قناة بداية المليارين مشاهدة، قناة بداية مستمرة، وهذا شيء مو مستغرب على قناة بداية في رئاسة الشيخ عبد العزيز العريفي ابو محمد والاستاذ القدير سامي الجعوني. ايش حاب تقول بهالمناسبة؟ انا اقول بارك لهذه القناة، القناة الجبارة اللي كل يوم تبهرنا في عدد مشاهداتها المرتفعة دائما. السنة اللي راحت بمليار وسنة هذه مليارين، وأنا أقول انتظرونا يوم الأحد بإذن الله في حفل جدا جميل مع عمل فخمومي بإذن الله ينال بإعجابكم بإذن الله. يا غازي العناوين جاهزة معنا يا كنترول ولا؟ غازي ما رأيك في تألق المتسابقين الفترة الماضية؟ أبدعوا الشباب لا من مبادرات لا من رياليتي، جدا جميلين. شفنا رجوع فهد الحركان وهيثم صليطي، وشفنا أيضا مبادرة عبد الله اليحيى أبدع في مبادرته، نشكر على هذا ونشكر فريق دعمه أيضا. مبادرات كانت شغالة اللهم لك الحمد، يعني ما أخاف ظننا فيهم. وأنا مع اللي عتب كبير بما أنك ذكرت اسم على هيثم الصليطي، هيثم الصليطي أخذ الجوهرة مرتين، الجمهور معطيها ما قصر معاه الجمهور، الجمهور يقول قدم يا هيثم، يعني هيثم اتمنى انه ما يجازيهم بهذا الجزاء، يعني شفنا تألقه بسيط ملحوظ، تبغى التألق الجميل الكبير يا جدا هيثم. جدا بسيط جدا، والجمهور يعاتب هيثم صليطي، مو بس انك على اساس انك اخذت الجوهره خلاص يا هيثم، لازم انك تشتغل على نفسك يا هيثم. ايضا انا زعلان على كم شخص من المتسابقين صراحه. تركي الموسى، مين بعد؟ عبد الله اليحيى امس، الحين احنا قاعدين نمدحكم ما خلينا احد ما قلناه فيكم، تروحون تعطون هدايا لبروفايلكم وتنسوننا. سلامات ابشربا يا شباب، والله ما يصلح ابشربا. يا بعد راسي تجيك باب بيتك، يا بعد راسي ما بيها بيتي ابيها بالبرنامج ابشربا. ما تقصرون يا شباب، ما تقصرون، فيكم الخير والبركه. اعطونا رايد، رايد قريب منا، رائد صاحب الجدل الكبير عند دخول ابو كاتم امس. مرحبا، كيف حالك يا رايد؟ الله يعافيك ويسلمك. ما شاء الله يا رايد متالق. الله لهينا. مبدع، مع ان الخصم، وش تعليقك على الخصم والشيء اللي صار مع ابو كاتم؟ هي غير مقصوده زين، لكن عاد يمكن يستاهل، يمكن اجابه دبلوماسيه. اي نعم. تستحق انك تستاهل اللي جاك ولا لا يا؟ والله حسيت اني مظلوم شوين، بس عاد استحق بعض العقاب ما هو كله. وش تقول طيب؟ اقول حصل خير ان شاء الله والامور زينه بس. طيب رايد ارحب، وش الخلطه السريه اللي تستخدمها يا رايد اللي خلتك متفاعل في الايام الماضيه كلها عشان اخوياك اللي جنبك يستفيدون منها؟ والله يا غازي ما ادري، يمكن مسكون. من حصبه خلنا نحكي، من اللي يقول مسكون ذا؟ ما ادري، لكن يمكن عندي فرط بالحركه زياده غيرها، ما ادري والله. طيب مو بشرط فرط الحركه، الجميل ذكره عبد الرحمن السويل كان متالق وهو ما عنده فرط حركه. عنده فرط حركه بلسان ما شاء الله عليه. طبعا نوجه له تحيه، نوجه له تحيه عبد الرحمن السويل. ايوه يستاهل.
الشخص صاحب الكاريزما صاحب الثقافة يستاهل كل خير والله يوفقك يا عبد الرحمن والمنتجع يفتقدك يا عبد الرحمن. جمهورنا العزيز عطونا آراءكم وتعليقاتكم على هاشتاق حياتك 41، حنا نستناكم فارغ الصبر. بداياتنا اليوم إن شاء الله بإذن الله أنها مختلفة راح تكون جدا جميلة، أضفنا بعض الفقرات الخاصة والمتنوعة من بروفايلك بلس، إن شاء الله أنها تنال إعجابكم بإذن الله. نحتري بس العناوين على أساس أنه يبدأ الشغل الحامي بإذن الله. نبدأ في الحامي. غازي الجمهور يعاتب بعض الشباب اللي كل ما جينا كل أسبوع نجيهم نقول لهم تراكم ما تطلعون على الهواء ما تطلعون على الهواء ما تطلعون على الهواء، ما صرنا نشوف لدرجة أن الإدارة صارت تقفل المكيفات الساعة 2 الظهر. صادق. أساس إنه وبعض المتسابقين يحس بالعتب ذا وتلقاه من اليوم اللي بعده يتألق ويبدع، بعضهم يختفي تحس يعني ما أدري هو يجاكر الجمهور ولا هو يعاند على إذا شلون يقدر يجاكر الجمهور يعني أكيد إنه عنده جوال فضائي. هذه ما أدري يعني. طيب نشوف الآراء الجمهور في هاشتاق حياتك 41 يقول عندك شيء يا غازي؟ والله اني قاعد. طيب اكثر العناوين هنا يقول لك الفهد المالكي تفاعلك قوي هالاسبوع نتمنى يستمر على هالرتم، منتظرين المزيد من عطائك وبالتوفيق يا فهد. اذا اخذها الصقري ولا اخذها نوار يستاهل، وكلنا فخورين فيك يا محسن وفي اللي قدمته خلال 41 يوم وننتظر المزيد منك يا محسن. هلا كيف حالك؟ يا مرحبا الله يجمل حالك. ايش تقول للناس اللي قاعد تدعمك واللي قاعد تصمم لك المقاطع اللي شفتها الاسبوع اللي راح؟ اقول الله يبيض وجيههم ان شاء الله ويعني ان شاء الله بتشوفوني كل يوم من ورا صلاه العصر للفجر باذن الله تعالى. باذن الله. طيب محسن في عمل يجمعك مع منشد الايام الجايه؟ اي باذن الله تعالى بصرح تصريح انا من بروفايلك بلس يستاهلون. في عمل ان شاء الله بدشنا مع اخوي سلطان القحطاني وعمل راح يكون مع منشدين من عمالقه الشعر خارج المنتجع باذن الله اني بستضيفهم. من عماله. طيب من عمالقه الرش يستاهل سلطان وان شاء الله نشوف تميزكم باذن الله. منشدين عماله الشعر يقول لك بدر بنيدر اسعدتنا باخلاقك الحسنه وابتسامتك الرائعه وصوتك الحسن، جمهورك ودعمك خلفك دائما ونتمنى منك المزيد يا بدر. ذيب آل مبارك إنسان خلوق طموح واثق من نفسه وصاحب قلب نقي وصافي جمع أجمل الصفات الخلقية ما شاء الله. حسن الدوسري أبدعت وتألقت تميزت عن البقية بعفويتك وعدم تصنعك، أصبحت صديقا للكل في المنتجع بسبب نيتك الصافية وحبك للغير، أصبح لديك جمهور وسند كبير، اصبح لك بريق كبريق النجوم اصبح لك بريق كبريق النجوم يسطع في سماء الابداع، استمر على ما انت عليه، محبينك معك ويتمنوا لك التوفيق يا حسن. اعطونا ذيب آل مبارك، ذيب وين؟ يا ذيب. ذيب غازي من الناس المتألقين في البث ما شاء الله ويستاهل والله انه يعلق بكلمه. يستاهل بسيطه لان ذيب والله يستاهل. يا ذيب لبيه. كيف حالك يا ذيب؟ الله يطول عمرك. ذيب انت مبدع. الله يطول عمرك. ما شاء الله قاعد تقدم ريالتي جميل جدا. وش تقول للجمهور اللي ساندك يا ذيب وواقف معك؟ اقول بيض الله وجيههم، والله ما قصروا. وش حنا لولاهم؟ تكليج يا جميل. معلمكم معلمكم من الليل. وش حنا لولاكم؟ طيب ذيب انت مبدع ونبغاك تستمر على هذا الابداع يا ذيب. ما يحتاج الله يطول عمرك. بس كان الضيافه من عنده اليوم الاسبوع ذا. اوف اليوم اوف الله الله في حلقتنا اوف يعني. عاد هذا الحظ. سبحان الله. طيب عموما احنا نمشي لكم اشياء كثيره يا شباب ترى على فكره يعني. على فكره يعني يا شباب قاعدين نمشي لكم اشياء كثيره لا من ما عجبتوا لنا حلها شوف. غازي ها احنا مجهزين لكم اشياء كثيره بعد ما شفناها بعد البث. لا غاجل فيها. هنا في رساله يا غازي جدا وعتاب قوي من الجمهور لجميع المتسابقين يقول انتصف البرنامج نتمنى تقدمون اللي عندكم ولا تغيبون عن البث واهم شيء الصلاه
قدموا مبادرات وطنية، الوطن يستحق من الكثير والكثير. يستحق هذا الوطن. يقول لك هنا فهد الحركان كان أسبوع مرضى متعب جدا لنا، مو بس له، وكان فراغ كبير بريالتي، نتمنى هذا الأسبوع يرجع أقوى ويكون حافل بالإنجاز والتفاعل يا فهد، والصباحيات اللي توعد أبو كاتم. نتمنى فهد مثل بداية البرنامج، نتمنى يبعد عن الخصوميات والغياب، هو قدها بإذن الله. اشتقنا لك يا فهد، اشتقنا لتفاعلك يا فهد. احنا شفنا فهد أمس قاعد يوعد أبو كاتم إني بجلة 2 ساعة 9 الصبح. أها. والساعة 6 الصباح يا فهد كان نايم مكبر المخدة، الله يصلحك. فهد الحركان شفنا وعدك لأبو كاتم. خلاص هذا اعتراف. يا فهد، فهد هذا حب. مساك الله بالخير. نسيت من نور السور يا مرحبا. انت وعدت أبو كاتم، وعدت أبو كاتم أمس أنك راح تظل لين الصبح موجود. والله أنا بقول لك الصدق يا غازي. تفضل. أنا صراحة يوم جيت من المطار ما رقت، فجيت هنا والله اني سهران، يعلم الله العظيم اني صادق، لكن اوعدهم ان شاء الله في الايام الجايه. فهد انت تقول كلام وتعتذر من كل شيء يحصل، قاعد تعتذر لشيء كل يوم، تعتذر شيء كل يوم، تعتذر لشيء كل يوم، تطلع لك عذر جديد. الى متى يا فهد وانت تستمر على هذا الموال؟ في ويش استمر؟ على الاعذار اللي تجيبها. طيب عادي الاعتذار. لا يا قلبي، نبغى فهد بداية البرنامج، نبغى تفاعل فهد بريالتي. يا فهد خشمي مش بسعدك. فهد هلا يا شحم. أرحب. الاعتذار جميل لكن بس له ردة فعل. لكن أبشر أنا وش أقول لك؟ أقول لك الأيام الأيام بيننا بإذن الله. بإذن الله. وأنت قدها يا فهد. الأيام بيننا بإذن الله. بإذن الله. وأنت قدها يا فهد، ننتظر إبداعك. تماما يا فهد، إن ما صرينا عليك ولا قلنا لك الكلام ذا إلا إنك عندك الشيء اللي تقدر تقدمه. خصص. محمد الحارثي نجم يختلف عن الجميع، صاحب صوت شجي يطرب له الكثير، وحضوره وتفاعله في الريالتي جميل، ولا زلنا نتمنى منه المزيد والحفاظ على النقاط. ابدا خلاك ابو ربيع باذن الله انه هذا شيء القليل مما لدي ان شاء الله، وانا ما اكون نجم الا بوجود النجوم الكبار، اقسم بالله العظيم. تستاهل ويستاهلون اللي معك. امس شفنا مقابله زياد الشهري مع محمد الحارثي، انا اشوف من افضل الحلقات اللي مرت على زياد الشهري، يستاهل. محمد لبيه، سمعني يا محمد. الليل اغلط بعد وياي واحكي علي، وبالفرقة ما وصيك ظل انطبيه، حبك ملاني جروح ذل وذيه، وابقى اريدك صعب اتخلى عنك، وابعد روحي منك تسوى الدنيا حضنك، واريدك انا اريدك سوي اللي عجبك، راح ابقى احبك لا تفكر اعذبك، واريدك انا اريدك. يا سلام يا محمد، ابدعت يا محمد، صوت جميل وشجي، لكن نتمنى انك تجدد يا محمد. من الاشياء اللي قاعد تسويها باذن الله، انت قدها باذن الله. في تغريده هنا يقول المبدع العفوي المتميز دائما عدي، لا قدم وابدع واثبت نفسه بابداعه وروحه المرحة وعفويته الجميلة، جمهورك معك يا عبد الله. يستاهل عبد الله. هنا تغريدة ترك الموسى، أبدعت وتألقت وفالك الأول، وجمهورك معك دائما وأبدا يا ترك. هنا تغريدة أيضا لترك الموسى، رائع وما اكتفى بأن يتميز في ملعبه الإذاعة والتقديم، بالعكس يسعى أنه يجرب كل شيء عشان يرضي جمهوره، تأكد أن اجتهادك واضح لنا ويسعدنا يا تركي. تركي هلا حبيبي هلا. ها ايش تعليقك على الكلام اللي يرسلونه لك الجمهور؟ والله كلام، شوف هو يعني ما ادري شلون اقول لك، كلام كبير، وان شاء الله انها امانه وبمساعده الجميع والكل يعني نطلع بشكل كويس. وحب اقول لكم انتظروا ترك الموسى في هذا الحركان، هذا سر. ايش ايش؟ انتظروا ترك الموسى في هذا الحركان. يا سلام، هذا سر ما حد يعرفه ترى. طيب تقدر تفصح عن السر هذا؟ لا بتشوفونه ان شاء الله في الرياليتي وفي ال بس طيب. منعوني من الصباحيات بيطلع لحاله هو. يا تركي هلا ابوي. غازي في بدايه الحلقه عاتبك وقال تركي يغيب احيانا عن البث. ايه غازي
ايوه لا شكله هو اللي يغيب عن الشاشه. لا يا قلبي لا لا مجرد دعابه دعابه. انا عاتبتك عشان الهدايا اللي ما قدمتها لنا. والله انك تبشر بها وان توصل للباب بيتك. ما بيها باب بيتي يا قلبي، انا بيها هنا. اجيك كلي اجي. الله يسعدك يا تركي حبيبي. يقول لك هنا بندر ابو زيده، قدمت فتميزت، شكرا لك على ابداعك وجهدك واحترامك للجمهور وواقعيتك الجميله، شكرا من القلب يا بندر. يستاهل بندر يستاهل. بندر متواجد معنا ولا؟ بندر ابو زيد اليوم سوى كليب. اول شيء عيد غازي. هاي قلبي. عيد عيد والله ما سمعت الكلام. عيد لي يا غازي. تشوفها في الجوال الفضائي. ايه؟ لا لا همزه همزه. طيب يقول لك هنا بندر ابو زيد، قدمت فتميزت، شكرا لك على ابداعك وجهدك واحترامك للجمهور وواقعيتك الجميله، شكرا من القلب يا بندر. العفو العفو يا بندر. يا رب هلا. انت ما عاد تعصب. تباني عصب يا غازي؟ عشان تضحك بس. لازم الكاتب يجي يخصم عليك. لازم يوم في الاسبوع يا بندر، يوم في الاسبوع كذا تعصيبه خفيفه. ها؟ اقول يوم في الاسبوع كذا تعصيبه خفيفه. ابشر بعيون بس على مسؤوليتك ان الاداره ما تخصم. لا لا يا بندر. هلا حبيبي. سمعنا شيء من الحان الحجاز. اوه. طب لا نقول مع الله يا بديع الجمال. يا بديع الجمال الجمال، والله وعجبني جماله سيدي وعجبني كماله. يا ليل دانه لدانه، 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 يا ليل دانه لدانا. واحدة واحدة واحدة. طيب طاحت اوراقي. يا ابو زيدة. انا حبيبي. ما شاء الله. ما اسمع يا غازي والله ما اسمعك بالله. عيال عيال. شوي. غازي تفضل. ما اقول شيء بس اقول انت مبدع. يا حبيب قلبي لبى قلبك يا غازي. يا ابو زيدة. هنا يقول تغريدة عبد الله العساف، شخص ناجح عفوي بسيط راقي باخلاقه ومتألق دائما، اثبت نفسه بقوة ودعمك وجمهورك فخورين فيك. نتمنى انك ما تغيب عن البث وتاكد اننا خلفك ونساندك وننتظر المزيد من ابداعك وتميزك يا عبد الله العساف. هنا تغريده تقول العساف والصقري ومحسن، تقدمت وابدعت فتالقت ولا زلنا ننتظر منكم المزيد. يستاهلون. لكن انا عندي محسن بسالك بسؤال. انت ورائد الشمري في حركه تسوونها هذه. وش ذي يا محسن؟ ترى اسمع محسن، ترى انا اللي مراقبها شفتها اكثر من مره تسوونها مع بعض. لا 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 هذه وش لا وش؟ لا لا صوت خذ المحبه ختم المحبه. يا شباب صوت بالله خلي محسن يعلق. محسن هلا. وش الحركه ذي؟ ختم المحبه اعلمكم بعدين بعدين. ليه ما تقولها؟ اصرب الغاز اصرب الغاز. في واحد من الشباب اذا سولف زين يعني ختم جواز يعني ايش يسافر يمسك يروح يمسك خط بلد. يعني ها يمسك خط يمسك خط اللي هو مالك محمد منصور. محمد منصور اعرف انا محمد منصور عادي يقول اسمه. لا محمد منصور انا انا يقولون لي لا مو محمد منصور. ها انفضحنا. ارجوك استراحه يا غالي. طيب هنا تغريده للممثل القدير سائر النهار. استاهل. كنت نجما وقدمت ما لديك وابهرت الجميع بتمثيلك والجميع اثنى عليك. انت ببرنامج حياتك تقدم موهبتك وتسعى لتطوير نفسك اكثر، فاستمر يا مبدع وسنكون لك داعمين دائما وابدا. استاهل استاهل والله سائر. الجميل. هنا تغريده يقول ناصر القمي الانسان الفخم محترم جمهوره بحضوره في رياليتي وبساطته وعدم تكلفه وروحه المرحه. تأكد أي ضغط وظرف يصير لك أننا نقدره ولا نبيك تحمل نفسك فوق طاقتك. الله يوفقك يا ناصر. هو أنا غازي تعليقا على تغريدتك دي، ترى أنا يعجبني الشخص اللي يحترم جمهوره. صحيح. مهما كان الجمهور حبك وقدرك قدرهم يا أخي. ترى هم ما حبوك علشان شيء، عشان مستواك وتألقك. ليش أنت تروح تخدم جمهورك ومحبينك وتغيب عن البث؟ أهلك يتابعونك، جماعتك، جمهورك، أصحابك كلهم يتمنون أنك تدخل البرنامج، فلا تفاجئهم وتفجعهم انك تغيب عن البث ولا تنام ولا تجي جالس مالك نفس ومتكي مع اخوياك الثانيين
وبس تفرج وش يقول، واحد يضحك ولا واحد يسولف؟ لا، بد تفرض نفسك وتكون لك بصمة في البرنامج بإذن الله. وعاد باقي 60 يوم تقريبا على انتهاء البرنامج، وبإذن الله نفسك يا جماعة خير. حسوا حسوا يا جماعة خير. طيب يقول لك هنا محمد الحارثي، رائد الشمري، ذيب آل مبارك، فهد الحركان، محمد صقري، محمد منصور، محسن بن نقرة، أسماء قوية جدا في البرنامج، شخصياتهم فريدة، فالكم التوفيق. ويستهلون هذه الأسماء اللي بارزة، وفي أسماء موجودة طبعا قدمة نفسها في الرياليتي وفي المبادرات اللي قاعد تقدمها. هنا تغريدة البجاد الروقي، بجاد مبدع، لاحظنا مستواه يتطور في الأيام الماضية، ونتمنى من هالأيام القادمة أن يقدم المزيد والمزيد. يستاهل بجاد، شفنا فيه تطور ملحوظ وهو يستاهل ذلك. هاي بجاد، عندك شيء تبي تقوله؟ الله صباحكم كل خير. يا مرحبا. ثاني شيء، اعذرونا اليوم على الضيافة. لا أبد، معذور يا حبيبي. بعد راسي والله. أنا ماني عذركم والله. ليه يا غالي؟ لأن ما في، ما قل لي ليش عذرك. هلا؟ قل لي ليش عذرك عشان أعذرك. عذري يا طول عمرك، كنا مشغولين عند دعاية. عن إيش؟ كنا مشغولين عند دعاية ضقرني. بعد الشيخ عايض. بعد الشيخ عايض صار لك ساعة بريالتي. عندنا معادة جماز. يعني واحد من الضيافة ما يقدر يسوي شيء؟ مو بعذر. لا السالفة مو بكذا، السالفة انه تاخر الوقت انا اقول لك ولا ودي ولا ودنا بالطيب يا غازي. انتم ما تقصرون، لكن انا اقول لك عطني عذر على اساس اني انا اقبل العذر ذا. طيب عطني عذر، دور لي عذر الان. خلاص عادي بي، خليه يروح. ابشر ابشر بالخير، ابشر بالخير يا غازي. تبشر بالجنة يا بجاد، نمزح معك وحنا ندري انكم ما راح تقصرون، لكن انتم شغلتوا مع الشيخ، مع المبدع، لا ننسى معاذ الجماز اليوم دشن. والشباب احيانا اشياء جميله ويستاهل مع الصوت الجميل. واحيانا الشباب يغازين اعذرهم، الواحد من الصباح ورايح جاي وفي الرياليتي وعلى البث، فما يحصل فقره ودي يريح فيها، ياكل شيء، يسولف مع اخوياه، سوالف خاصه. ابد معذورين يا شباب. معذورين، وان شاء الله الحلقات الجايه نشوفكم، نشوف رائد. يا رائد مبدع جدا، متالق في الرياليتي وفي الشعر وفي الصوت، مبدع، وكل اهل حائل معك يا رائد. يا سلام، يستاهل. واقوى تحيه لاهل حائل جميعا. يستاهل طبعا. يقول لك هنا محسن بن دقلة، حبك الصغير قبل الكبير، تواجدك جدا جميل على البث، نتمنى تكثر من جلساتك ولا تمنعنا من الشعر الجميل، ورتمك هالاسبوع جدا جميل، وابقى عليه وتحزم جمهورك وربعك يا محسن. يستاهل ونعم بجميع القبائل. عبد الله العساف، شخص مكافح لتحقيق هدفه، وهو أن يكون مقدماً، ونثق أنه في يوم من الأيام سيصبح مقدماً له شان. يستاهل عبد الله العساف. يقول لكم محمد صقري، صوت الجريح إذا حضر. ها؟ خرج يا أخوي. تفضل تفضل. أقول بإذن الله إن شاء الله يوم من الأيام البجس بينكم بإذن الله، نقدم سوا بإذن الله. وأنت تستاهل يا ولد العساف. تستاهل الطيب يا قمطيري. محمد الصقري، الصوت الجريح إذا حضر خطف الأضواء، وإذا غاب يبقى أثره الطيب، روحه لطيفة خفيفة، عفوي، يتقبل النقد، طيب القلب، بسيط، غير متصنع، صادق، مرح، تميز وأبدع، نجم وقطب المنتجع، وقطب المنتجع. الكل اتفق على محبته ووجوده على البث، يخلي المكان ممتع، فلة وناسة، وشيء ما حصل. الله يعطيك العافية، هذه مو تغريدة. والله مو تغريدة، هذا كل شيء ما شاء الله عليك. خلص المدح. طيب صقري، ايش الكلام الجميل اللي قاعد يقول لك؟ والله قلت لكم الاسبوع اللي طاف تريد تركزون فيني شوي، بتعطوني الجائزه بعد يومين، المركز الاول. والله ان شاء الله المركز الاول لك، ما اتوقع صراحه، لكن تستاهل كل خير. طيب اعطوني عبد الله العساف، اعطوني عبد الله العساف. عبد الله سام، عبد الله يا حبيبي، انت انسان مميز، انسان مبدع، لكن لاحظ عليك انك تتنرفز بعض الاحيان. عاد هذا شيء مو بيدي، لكن والله العظيم ان الوالده موصيتها وتبشر بالجنه. وانا والله يطول بعمر والدتك يا عبد الله. وانا عندي لك نصيحه بسيطه، سم، مهما كان تنرفزت ولا عصبت لا تبديها على الشاشه، لان اللي تتنرفز عليه له عيال عم، له جماعه، له اخوان، له محبين يتابعونه، عشان انت تكسب كافه شرائح المجتمع. هذا والله اللي انا ودي، والله ما ودي اطلع من هنا وواحد ان شاء الله بخاطره على عبد الله. يا سلام، اي والله هذا ودك، ابشر بالخير، والخير قدامك يا عبد الله. يا ولد العساف سام، انا ودي انك خليك تسولف كثير، لان انا احب هرجك. يا بعد تبدي انت والله. يا تبدي. والله العظيم اني ما شاء الله يعني من اللهجات الجميله، ولا قصور باللهجات الثانيه، لكن احب عبد الله العساف اذا قام يسولف باللهجه الصقيه. الله يكفينا الشر، حتى احنا مقدمين ما ارتحنا.
إله إلا الله. دخول الكبير والكبير الله عز وجل أبو كاتم. بدينا شيء يا جماعة الخير، خلونا نشوف الموقف بعدين. لا لا والله يعني توقفين. أنا أقول للشباب الله يعين. جينا يا غازي أبو كاتم جاهم. لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. مخرج عطني سبيكر برا. كيف الحال؟ طيبين؟ صار شيء قبل شوي، والشيء هذا زعلني واجد، وراح أحاسب المتسابق. بس قبل كل شيء مخرج، اتصل لي على الضيف اللي كان عندنا اليوم جدا جميل، وابدا ودشن شيله الله يعطيه العافيه. اتصل لي على معاذ الجماس. عطني الاتصال. السلام عليكم معاذ. مرحبا، كيف حالك؟ طيب. الو الو، اسمعك يا مرحبا، كيف حالك؟ عساك طيب. يا هلا وسهلا ابو كاتم، شرفتنا ونورتنا اليوم. نور نورك يا عزيزي. و بصراحه انت ضيف جدا جميل، ونتشرف بك دائما. الله يسعد قلبك يا ابو كاتم. حبيبي معاذ، انت سويت شيء اليوم، والشيء هذا سويت؟ ايه مسوي شيء، والشيء هذا يزعلني كثير. شيء برضا خير ان شاء الله. اعطيت اليوم جوالك احد المتسابقين صحيح؟ كيف؟ اقول اعطيت جوالك احد المتسابقين واستخدم جوالك. أعطيت جوالي أحد المتسابقين محمد الحارثي. طيب أنت تعرف أنظمة البرنامج، تعرف قوانينها وتعرف آليتها، وأنت كنت متسابق من قبل، وأن استخدام الجوال شيء يزعلني ولا أحب الشيء هذا. ليش أعطيت الجوال يا معاذ؟ الموضوع ما هو على ما يعني نفس الوضع اللي تشوفه. سؤالي واضح يا معاذ، سؤالي واضح، ليش أعطيت الجوال؟ أنا ما قلت لك برر عندي يا معاذ.
انا ما اتصل الجوال اللي يلعب فيه اللي يتكلم ولا يدخل على تويتر او شيء. لا اخذ الجوال او صديقي اخوي اسامه واخذ الجوال. ما يهمني ما معاد انا ما تهمني التفاصيل كثر ما يهمني انه استخدم الجوال. انت خليني اجاوب. طيب انا اجاوب. سألني انا هذا سؤالي. استخدم الجوال ايه او لا؟ التفاصيل الثانيه هذا شيء انا ما يهمني، هذه بعدين انا اتناقش معاك فيها. يعني لو كمك عارف ايش اسالني سام؟ لا ما عارف ايش اسالني. ليش اسالك؟ ايه عشان محمد يعرف اننا نعرف الشيء هذا. اي لكن الموضوع ما هو الرجال ما جاء كلمني واخذ الجوال وتكلم. لا هذا غير صحيح. ما هو على الصوره اللي انت ممكن عارف الوضع انت او ما ادري من قال لك، لكن الرجال ما اخذ الجوال وكلم فيه ابو كاتب. المهم انه استخدم جوالك. استخدم جوالي لكن الرجال ما ودي له الضرر، لا هو ولا اخويا. المهم انه استخدم الجوال وما قصرت يا معاذ، واعيد واكرر شرفتنا اليوم وابيض وجه، واتمنى لك التوفيق يا رب. شكرا جزيلا ابو كاتب. حياك. مرحبا. محمد الحادي اخلص وتعال هنا. محمد السلام والرحمة. ما يحتاج كل مرة نقول لكم تعرفون اللائحة وتعرفون الأنظمة وتعرفون القوانين. خلاص تعبت من الموال هذا أني أكرره أكثر من مرة. من اللي سمح لك تستخدم الجوال؟ ولا انها طناخه؟ خلاص جاء ضيف ابغى احرجه، استخدم الجوال منه، اسوي اللي ابغاه، ما راح يحاسبون الضيف. هذا الضيف دخلته معي في اتصال الحين واحرجته، لانك تدري انه ممنوع انك تاخذ اي جوال، راح تاخذ جواله. على اي اساس؟ القصه ما فيها، كان معاذ قدامي بصراحه زينه. و سؤال انا اشوف تجلس تبرر لي هنا. ما ابغى استخدمت الجوال. ايه على اي اساس؟ ليش استخدمت الجوال؟ جوال معاذ. ايش فيه؟ اخذت جوال معاذ. ما استخدمت الجوال. اخذت جوال معاذ ولا ما اخذته؟ ما اخذت الجوال. ما اخذت يعني ما استخدمت الجوال. اخذت جوال معاذ ولا ما اخذته؟ لا ما اخذت. كيف ما اخذت؟ ما اخذت الجوال. واتصال الحين اتصال معاذ وشو؟ ايش قال معاذ؟ انك كلمت. اي بس انا ما اخذت الجوال منه. اجل القصة ما فيها باختصار. الجوال كلمت فيه ولا ما كلمت؟ انا خلاص روحك. سؤال. طيب بشرح كلمت. بس بشرح. انت عارف من هو راجح؟ ايش سويت فيه؟ عشان استخدم جوال. ايش دخل؟ اعلمك انت راجح. راجح اي متسابق يستخدم جوال اعلمه علمه قد صار. طيب. وانت كذا تروح من بين المتسابقين وتاخذ جوال معاذ وتحرج الضيف. مين كان الضيف؟ حتى لو الشيخ عايد. أو مقدم في الفقرة. ليش تأخذ منه الجوال؟ طيب أنا بعلمك القصة كاملة بعدين أعطي اللي عندك. الرجل دق عليه أخو أسامة. أنا أكون معك صريح، أنا أخطيت، أنا أخذت الجوال، ما أعطاني سؤال. أخذت الجوال. طيب خلنا أكمل. أخذت الجوال. أبى أكمل لك بس. هو القصة. ما أعطاك الجوال؟ لا أنت أخذت الجوال. أنا افتكيت من يده. يعني استخدم جوال. كلمت أخوه ما استخدمت الجوال. أنا ما أنت جالس تستغبى. أنت جالس تستغبى عندي ولا شو؟ ما دخلت على الجوال، ما سويت شيء. كلمت أسامة وقفلت بس. إيه هذا أسامة كان يبغى. لا 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 هذا مو باستخدام. لا ما استخدمته، دخلت على برامج ما سويت شيء. سؤال. الجوال أخذته وكلمت فيه بعد؟ إيه. طيب هذا وش يسمى؟ استخدام ولا مو استخدام؟ لا تسوق الهبل عندي. ما إيش دخل أسوق الهبل؟ خلاص أنت أخذت الجوال واستخدمته، كلمت، دخلت برنامج، ما يهمني. بس إيش دخل؟ النقطة أنك استخدمت. ما دخل أسوق الهبل. ما علي أنا بالكلمة، أنت عم تحاسبني على كلمتي، أقول الكلمة اللي أبغاها، عجبك ولا ما عجبك؟ أشوف كات أنا أحترمك قدرك زين ولك احترامك، لكن بعض الألفاظ مو بحلوة. مو على كيفك. طيب. مو على كيفك، اقول اي كلمه ابغاها انا هنا. طيب تحت. مو بجايز لك؟ تفضل. مو بجايز لك؟ تفضل. قول لي. تفضل. بس لابد انه يبدو اعتراضي اذا كلمه. اعتراضك عندك الريالات مو بعندي. لا انا قدامك. انت عندك، وبعدين تعال، معاذ حتى يعرف انظمه القوانين، حتى يوم اخذت الجوال يقول لك ممنوع. قال لي ممنوع. قال لك ممنوع. ايه؟ طيب يوم قال لك ممنوع، ليش تحرجه؟ عاد ليش تحرجه؟
كسر مكتوب يعني جاي وضيف ويدشن شيلة وفقرة اليوم كانت جدا جميلة تجي أنت تحرجه بيض الله وجه ما قصروا امتعنا وتنسى وترك أحرجت مجموعتك لأن الخصم الحين اللي بتسمعه عشان تعرف وعشان مجموعتك تعرف أنه وش سويت فيهم من وراهم أنتوا ظاهر يبغالكم عقوبات ما قد صارت في أي برنامج واقعي الظاهر هذا اللي بتصير يعني أمس أنا جيت ونبهت في أمور وقصمت وكنت معكم في اجتماع بس ما تتعظون كل واحد أنا من راسي أسوي اللي أبغاه علشان كذا خل مجموعتك تسمع إيش سوى فيهم محمد الحارثي مجموعتك هي اللي تحاسبك تبشرهم باللي أبغاه تحت أمرهم الخصم 500 على المجموعة تفضل كم 500 ليه 500 أتناقش تفضل أعتبر تساطي ما عجبك الخصم استخدام جوال ما عجبك الخصم تعال أبوي كم طلبت الإعداد وأخذت الجوال تعرف كم استخدام الجوال كم أنت عارف ولا ما تعرف أقل من 500 طيب طب أنا مستطلبهم عيو فأنت ما طلبت أنا طلبت الجوال. يعني سؤال يوم كلمت معاد كلمت واحد من الإعداد ولا كلمت أي أحد كلمت راسك كلمت... لا 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 ما كلمت مين اسأل من أمس من كلمت قلت أبغى جوالي رفضوا رفضوا إيه رفض ما حد يرفض رفض ما حد يرفض صار من رفض ما حد يرفض ما حد والله رفض ما حد قصدي بلا رفض يوم استخدمت اليوم جوال معاد كلمت هل كلمت شخص ما له شغل معاك البرنامج طيب اشترك لما كلمت هلي شلون اشترك لما يلا علمني يعني معاد يطلع إنك ما كلمت أسامة أبغى النقطة هذه وشو يلا معاذ يقول انه كلم اسامه وانت قبل شوي تقول اسامه والحين تقول ايش دراك اني ما كلمت اهلي ايش دراك اني ما كلمت اهلي يعني الموضوع له اتباعات اللي وصلت خبر انه ما كلم ايش دراك اني كلمت مين طيب ما بعرف كلمت يعني كلمت اسامه وبعدها كلمت مين انت ما تدري يلا انا غلطان انا يا مشاهدين انا يا اعداد انا غلطان الحين مين كلمت تفضل طيب تلومني لما انه اطلب جوال كلمت مين كلمت مين يلا قولها على الهواء كلمت مين كاتب علمك تلومني لما اطلب جوال جاوبني على النقطه لا تتهرب انت أنا تقول انا كلمت غير اسامه يلا قول لي اعتبرني انا غلطان تفضل طب انا بعلمك حاجه كلامك صح بس انا كلمت مين اتشحذ جوالي لاسبوعين اعطاني اياه كلمت مين اتشحذ جوالي كلمت مين جوال معاك اتشحذ بشكل كثير اشياء طبيه واشياء يعني تجلس تبرر ما ابرر ما ابرر كلمت مين بعلمك حاجه انا ما ابرر اتشحذ جوالي في اشياء ابغى احتاجها هنا رفض يا عزيز اتشحذ جوالي خلنا وباقي المتسابقين كل واحد رتب له وقت يكلم فيه وياخذ من رصيده اقسم بالله العظيم اني امس طالب ما جوالي تتكلم. طب اسمعني سؤال بقى. سؤال طب اسمعني اسمعني بس اسمح لي بس ابرر اسمح لي من حقي اتكلم اقسم بالله امس مجحد جوالي ساعتين رفضوا يقولوا ما في لا كذا يقول سؤال شنو كذا امس طب بكلم اتواصل مع اهلي اتواصل مع اهلي امس ما كان في فعاليات كان بس الساعه 2 بعد ما خلصت كل الفعاليات خلصت كل الفعاليات طيب الساعه 2 جايين الساعه 2 تبغى تتكلم بكلم هل تجي المغرب احتاج هل يا اخي من الساعه 2 تبغى تكلم انا بكلم ما حد يتكلم في الدقيقه 3 تعال للمغرب من الساعه يا من الساعه 12 يا عزيز يا عزيز خلنا كمل انت تبغى تهرب نفسك من الخطا اللي سويته وحرجت معاذ معاك ما بوصل لك صوره بعلمك بوصل لك صوره عشان اكمل لك عشان تفهم الصوره طيب عشان اوصل لك صوره اسمح لي اتكلم يا فيه متسابقين من النسخ اللي راحت صك الباب ترى ما يتمنون نجاح النسخه هذه يكون في علمك لازم تفهم الصوره هذه كيف كيف في متسابقين من النسخ اللي راحت أيوه؟ ما يتمنون نجاح الفقره لا لا قولهم طيبه عشان نظيفه سام قولهم طيبه نظيفه مستحيل على اي اساس تحكم انت لانهم بشر في النهايه بشر نجاح النسخه من نجاح القناه هم يا, يا, يا عزيز يا عزيز يا عزيز انت مالك الا 40 يوم في الاعلام طيب احترامي لك مالك ليش على 40 يوم طيب على انك فاهم اللعبه كلها بتعديها طيب بتعديها ما عجب بيجيك الخصم غيره طيب ايوه عشان كذا زي ما قلت لك الخصم عليك 500 طيب دقيقه وتفضل. انا متح... انا جوالي يطلب ابو كاظم ابو كاظم خلنا نبرر دقيقه يا مسلم تفضل اتكلم معه فك الباب لا تناقش بسرعه انا طالب جوالي اخرج فيت الصوت ما عليك ما فيت الصوت فيت الصوت عليك شيل 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 الكاميرا من هنا الى ما تفهم تفضل غازي الذيابي وغازي المطيري تعالوا هنا غازي الله سامي سامي ابو كاظم مرحبا يا ابو كاظم حياك
شاء الله. متسابقين الأمس، مقدمين اليوم، ما شاء الله شيء جميل. بالعكس نفتخر في الشيء هذا ونصفق لكم و... الله يسعدك. وشيء يفرحنا. الله يسعدك. بس أنا عندي مقدم، لما أعطيه آلية فقرة وإن الفقرة هذه موضوعها كذا وكذا وكذا، أتفاجأ إنه راح بحر ثاني وجالس ياخذ الفقرة مشاحنات ومجاكرات وردة كلام ورد بمقطع ورد 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 وغيره. مخرج التقرير جاهز ولا مو جاهز؟ طيب أنا شفت تقرير عمرو فايلك. طيب صح ولا لا؟ ايوه ايش سالفة التقرير؟ تقرير ايش؟ انت قبل الكلام ذا ليش ما وجهت السؤال لبروفايلك؟ هم كل يوم يجون. انا اسالك احنا فقرتنا مره في الاسبوع. ايش الفقره؟ التقرير؟ ايوه ايش تتكلم عنه؟ تقرير ايش؟ حق بروفايلك اللي تبغون تعرضونه عن بروفايلك، توني شايفه ترى قبل شوي. حلو، اذا عرضناه لك الحق. انا اسالك الحين، احنا ما عرضناه باقي. اسالك الحين ايش التقرير؟ التقرير راح يعرض. الكلام الفاضي. الكلام الفاضي. الكلام الفاضي يعني صارت الفقره ما بين بروفايلك بلس وبروفايلك. لا لا، احنا الاسبوع اللي راح ما تكلمنا عن بروفايلك، ترجع الاسبوع اللي بعد تتكلم. لان مخطين. من اللي مخطي؟ بروفايلك. وانتم بعد مخطين. لا احنا اللي يتكلم اثنين. لا لا احنا اللي يتكلم عن المتسابق. انتم هم كلكم مخطين. انتم هم. لا احنا مخطين. لا تقول ماني مخطي. احنا نرد عليهم فقط. احنا مخطين. سؤال فقرتك. فقرتك. ايوه. يوم جيت. ايوه. ووقعت العقد معانا. ايوه. وانك تمسك الفقره. هل انا قلت لك خذ الفقره عشان تروح تجاك بروفايلك؟ لا لا ما جاك. بس طيب انا ارد على سؤال مدة التقرير كم؟ لا لا انا ماني مسير ابدا حبيبي. بروفايلك تجلسون معهم بعدين تقابلهم برا انت وياهم. لا هم يتكلمون على الهواء احنا نرد على الهواء. انا ما حطيت البرنامج هنا انت وياهم وبتكلم عنهم. انا ما حطيتها انت وياهم. ايوه عرفت؟ علشان والله جلست تجاكرون انت وياهم. عندك سنابك وعنده سنابه ولا عندكم برنامج ثاني ولا اي شيء؟ انا ما جبتكم هنا ولا جبت ثاني. اسمعني، ما جبتكم هنا علشان تاخذ لي 5 دقائق 10 دقائق من فقراتك احق فيها للمتسابق اللي جايسين يسهرون ويقدمون ريالتي اليوم جميل. ابو كات اسمع لو دقيقه خليني اتكلم. انا قلت لك اخلص كلام. لو تلاحظ الكلام اللي قاعد يقول بروفايلك تبغاني افيد المتسابقين. رد على المتسابقين. هم يقولون المتسابق فلاني سوى كذا. احنا نتكلم كذا. خليني اخلص كلام. لا تقعد تقول حط لنا كلام علينا واحنا ما سوينا. وشلون احط عليك كلام؟ احنا نتكلم على بروفايلك لانهم تكلموا على فلان وفلان قالوا ان هذا سوى شيء غلط. وحنا قلنا احنا رد عليهم على شيء صح. قايل لك جيب تعال جيب مقطع عن بروفايلك وتكلم. لما يجيبون مقطع المتسابق غلط انت لما اصل. اسمعني لما يجيبون مقطع متسابق غلط انا اجيب صح. اذا ما تفهم فقط يا ابو كاتم حنا في مجال الاعلام يحق لك. ممكن اخلص كلامي ولا لا؟ تفضل. ممكن اخلص؟ تفضل. ممكن ولا لا؟ طيب عطنا فرصه نتكلم. اذا خلصت انا كلامي. طيب تفضل. يلا تفضل. العشر دقائق اللي بتعطيها عشان بروفايلك. ايوه. وبتجلس والله انت وياهم شوف كيف تكلموا على المتسابق. انت لازم تفهم فقرتك وشو. حلقه توصل ما بينك وبين مين؟ الجمهور. الجمهور مو حلقه توصل بين بروفايلك وبين الجمهور. ترى يقدر يسمع من هاني ويقدر يدخل كفش الروم يرد. هل اسمعني عندك الحين 21 متسابق واحد الحين ابغى جوابه. فيكم احد ناقص ما يقدر يدخل كفش الروم يرد على بروفايلك؟ سمعت؟ لا. طيب. يعني اي شخص يقدر يدخل هنا؟ اسمع احنا نجيب اراء الجمهور. ما تجيب ما تجيب زي كذا. ما تجيب زي كذا. لا 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 يا عزيز. انت تقرا في الهاشتاج. انت تقرا في الهاشتاج. انت بترد عليه اليوم وهو بكره بيرد عليك. وبروفايلك نفس الشيء. انا بتكلم احنا نرد على كلامهم اللي يتجاه اتجاه متسابقين. بروفايلك انا راح ارد. مع انسان يتكلم وانا بروفايلك انا راح ارد عليه. احنا ما نرد على المتسابقين. اليه فقرتكم تغيرونها. ما فهمتوها علموني من اللي ماسك معكم الاعداد عشان انا اتفاهم معه. بعد الوضع هذا مو عاجبني. الوضع هذا انا مو عاجبني مره. احنا فقرتنا انس. اسمع انسى بروفايلك. وبروفايلك الحين هم جالسين يشوفون. أيوة. اقول لهم انسى بروفايلك بلس. انا ما جبت لكم اثنينكم هنا جالسين تتضاربون عندي. انا جايك عشان متسابق جالس اليوم يقدم اجمل ريالتي. واشكرهم هذا لو يسمعون. اسمعني احنا شدنا بمتسابقين. اشكرهم انا اليوم. اذا انت ما قدرت تشكرهم انا اشكرهم. لا لا شكرناهم. احنا قدم اجمل ريالتي. هذا كل شخص موجود هنا يقدر يتكلم. اذا احنا مقصرين مع اي شخص هنا انا اكنسل فقط. اذا انا اقطع الصوت. اقطع الصوت انت يا. اقطع الصوت. اقطع الصوت. تسمع ولا ما تسمع؟ تبغى تاخذ شو انت ولا اكشن ولا وشو؟ فيت عليها الصوت وشيل من عند الكاميرا. يلا سولف لحالك. يا عزيزي توكل على الله. عرفت؟ الفقرة عندك تخليها للمتسابقين. ايوه. ما تخليها شوف
بروفايلك لا تزين. طيب وبروفايلك ما راح اسمع. بقول لك حاجه. وبروفايلك ابو كاتم ما راح ابو كاتم ما راح ابو كاتم اسمعني خلني اخلص كلامي. اسمعني يا اخي ذا يبغى ياخذ شو هذا. قفل الباب يا غازي. محمد محمد قفل الباب يا راعي. توكل على الله. ابو كاتم يبغى انت شو. لا تملي على ناس. اسمعني اسمعني لا تملي على ناس نجحوا في برامج الواقع. انا بقول لك نجم انا بتكلم فارس زد رصيدك يا ابو كاتم. اسمعني يعني لا تملي علينا. احنا ناس نفهم ونعرف وش اللي لنا وش اللي ما شاء الله. ترى توك طالع من البرنامج بس اخر فارس زد رصيدك ونعم ما حد قال شيء. أيوه. بس توك طالع ترى. طيب واذا توي طالع وبعدين تعال ترى عمر العمر الاعلام ما كان بالسنين. ما تقول عندي ترى الكلام هذا بينك وبين بروفايلك جاك أيوة. بالاسلوب هذا انا فزت بالفا مدري ترى قسم بالله لا اقدر اقسم من رصيدك ما خليك تاخذ لا مركز ولا غيره. اهدى يا اهدى تقسم من رصيدي. كيف تقسم من رصيدي؟ فهمت ولا ما فهمت؟ لا تقول لي انا قسمت 20 مره واخذت الاول واقدر اقسم عليك مليون مره واقدر اوقف من الفقره. أيوة. عرفت وريني كيف تقدم. ما اعتقد انك تقدر توقف الفقره. وحنا شلون حنا موقعين عقد مع الاداره. حنا موقعين عقد مع الاداره. الحلقه الجايه غازي مطير الحال انت وريني كيف تدخل. ابو كاتم ما يصلح. ابو كاتم ما يصلح. ما يصلح. ما يصلح. ابو كاتم ما اقدم. لا تكلم فارس زد رصيدك بالكامل. انا اقدر. تفضل رجاء. انا ابو كاتم شوف القرار هذا اللي سويته انت غلط جدا. ما اقدر ما نقدر. ما يهمني رايك. ها شوف ابو كاتم. لا يا حبيبي احفظ نفسك. احفظ نفسك. الفقرة الجاية بتقدم لحالك. غاز خلاص اعتذر. انا اعتذر من حالك. تعتذر؟ ايوه اعتذر. فقرتكم الاسبوع الجاي بيكون ريالتي بدون فقرة. تفضل. اذا انا كذا كنسل كنسل خلاص كنسل الامر. كنسل فقراتي. يكفي 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 اللي سويت. يكفي اللي سويت بزد رصيدك. ما نسمح لك. ما نسمح لك ابدا. يكفي اللي سويت بزد رصيدك. خلاص حبيبي من هو اذا انت معلق على الغوازي. لا ما يصير الكلام ذا يا ابو كاتم. فايز فايز من هو اللي جالس كل اسبوع يعلنون عن متسابق؟ من هو الفائز اليوم؟ الصقري. الصقري هو النجم اليوم. انا بعلن بعد. انا اعلن لاني انا ابو كاتم ومخرج. من سمح لك تعلن؟ مخرج. من سمح لك تعلن؟ يبا يتكلم. من سمح لك تعلن؟ شيل الكاميرا مخرج. شيل الكاميرا مخرج. شيل الكاميرا. لازم تفرح. الناس اللي صوتوا لك يستاهلون. الناس اللي صوتوا لك يستاهلون تفرح. تستاهل فرحه. تستاهل فرحه صقري. عيال 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 ما تدخلون. ما تدخلون. ما تدخلون. اعطوا مجال. اعطوا مجال. ما تدخلون. ما تدخلون. على اساس كذا نجم الاسبوع لهذا الاسبوع محمد صقري. والله العظيم انها افضل حتى حلقه شباب بالله وسع كل بتساعد شوي يا شباب. فهد فهد شوي. فدروم ما في دينا شيخ. فدروم ما عندنا لا قرار ولا غير. لكن الشيء اللي لازم تعرفونه ان كلكم ان كلنا يحبونكم قسما بالله. الله يسلمك. طيب صلي على محمد. علمكم الشيء. صلي على محمد. شباب صلي على محمد. ندري ان ابو كاتم هنا صاحب السلطه العليا للبرنامج لكن انتم متسابقين
تقدرون تكلمون الإدارة وتقفون معنا ابشروا بسعادة ابشروا بسعادة لا ما راح لا تحلف لا ما قد توقع رقا وطلع